أعزائي المشاهدين، لازلنا متواصلين معاكم في القصر الأحمر. اليوم ضيوفنا غير، شلون غير؟ مقاطع كوميدية ومقاطع دينية انتشروا فيها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أحبهم الجماهير أكثر وأكثر، مع الأستاذ خالد الخالد. يعطيك العافية. الله يعافيك يا حبيبي. ما شاء الله، نشوف لكم قاعدة جماهيرية كونتوها خلال أشهر، ونشوف محبة الناس بكل مكان والتواصل الاجتماعي. ما شاء الله، اليوم نشوفكم 3 أشخاص أو 4 في مكان واحد، شلون جتكم الفكرة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كله فضل الله سبحانه وتعالى. أول ما بنينا الفكرة بنيناها يعني كنشر رسالة، نبي نوصل الآية والحديث بشكل مبسط. فكرنا بعمل تمثيلي فيه شيء من الفكاهة يجذب المشاهد، بعدين نعطي الآية أو الحديث علشان تدش القلب بسرعة. نعم أكيد، الحمد لله. نعم، هل تشوف اليوم في منافسة بالمواقع التواصل الاجتماعي؟ ما لي شغل بالمنافسة، أنا أهم ما علي أني يعني نتعب على نفسنا إحنا ونوصل هذا الحديث وهذه الآية بدون تكلف وبدون يعني شوية نفس اللي قاعد يصير بكاميرات وإضاءات، لا، تليفون ستاند بسيط وصور وانشر، الحمد لله. أستاذ خالد، اليوم نشوف بعض الانتقادات، هل تتقبل انتقادات اليوم من بعض المسيئين أو غيره؟ الانتقاد اللي ما فيه يعني تعدي علينا نتقبله بصدر رحب وممكن نعدل عليه، ولكن الانتقاد اللي أدري أنه وراه حزد وراه يعني حقد ما أرد عليه بالمرة، أسكت عنه. ويقول لك يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. فالحمد لله السفيه دائما تتركه وخله يولع مع نفسه. رسالتك حق الجمهور اللي تتابعونك ومحبينك ما شاء الله. انت شرف فيكم كلكم، والله انتم وسام على صدري وتاج على راسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن مثل ما جمعنا بالدنيا أن يجمعنا بالآخرة بأعلى الجنة. نحبكم في الله. أستاذ خالد، احنا نشكر تواجدك معنا، كلمة خير حبت. والله ما نقول غير الله يوفقكم ويسعدكم، واتركوا المشاهير السفهاء، لأن السفيه ما يطلع من ما تصير إلا نفسه. فأنت إذا تابعت الناس اللي فيها خير واللي ما يدعون إلا للخير، فبإذن الله سبحانه وتعالى راح تكون نفسهم. ليش؟ لأن الصاحب ساحب، والمشهور اللي السفيه كأنه صاحبك لأنك أنت متابعه في كل وقتك. فلذلك تابع الناس اللي فيهم خير، بإذن الله سبحانه وتعالى راح تنصلح أخلاقك وراح ينصلح نفسك. خالد الخالي، يعطيك العافية. شكرا يا حبيبي، الله يعافيك وجزاكم الله خير.